كان الحادث استاذ رانيا وهو مجال تحقيق وفحص والى اخره، انا بقول احنا فين من الاحداث الاخرى؟ ادي عندنا فرنسا، عندنا بلجيكا، عندنا نيجيريا، عندنا تونس، اهو حصل فيها ايه؟ احنا فين؟ وخصوصا فين؟ في العريش. طب ما تورونا شطارتكم في 26 محافظه في جمهوريه مصر العربيه ولا 27 محافظه. فين حصل ايه؟ أجريت الانتخابات مرحلة أولى بتتحكي ليه؟ عشان مش عايزينهم يورونا. مش عايزاه إيه؟ عشان عايزينهم يورونا شطارتكم. لا ما يوروناش شطارتهم، لو رجالة يجوا هنا، لو رجالة. لا يعني حضرتك تقصد ما يقولوش يعني علشان لكن هم خفافيش، لأن الطبيعة هناك بقى جبل.